يعني فصل من الشعر والشعراء العاميه في وقت احنا دلوقتي بنلاقي كم كبير جدا من الكتابات حتى ما بيعرفوش دي نوع الكتابه ايه، يعني في ناس محتاره بقى بين المسميات والمصطلحات والحاجات الغريبه، مثل النثر شعر، نثر روايه حكايه حدوته، ان احنا عايشين في متاهه قوي بعيد عن التصنيف، لان كل حاله كتابه او حاله ابداع هي متفرده بحالتها او واقعها او بالنسبه لها، ان انا شغلي نثر بحالتها هي لوحدها، بس بنتوه في مدهات كتيرة قوي بإنتاج كتير جدا 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 من الموجودين أو من الثمانينات أو التسعينات، وبنلاقيش في الآخر إن في المادة المكتوبة حاجة بتقدم قيمة أو قضية، بتقدم موقف حتى على مستوى السيناريو في الأفلام في المسلسلات، على مستوى القصيدة، على مستوى برضه النص المسرحي، على مستوى كله بيقدم موقف سخيف وتافه ما بيفضلش معانا بيتنسي، وفي أغاني كتيرة برضه اتقدمت برضه في التمرين بتتنسي، ولو مش حد متخصص بيدور على حاجه مش هيفتكرها. في مقابل ان احنا في الاعمال مش هقول القديمه بتاع زمن الجميل، كل زمن ليه جودته وليه اعمال حلوه، حاجات زي كتابات احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، مفيش العمل ده مش بالمقاييس جودته بالقيمه او بالرزق او انا موافق، انا فهمت انت قصدك ايه، وعايز اقول لك ان مستقبلنا هيحكي لكم حكايه كده يا جماعه. عارفين جمال الغيطاني طبعا؟ جمال الغيطاني مات بسبب، يعني طبعا ربنا بسبب الاسباب يعني، بس مات بسبب كلمه قالته لما سال احد اصحاب دور النشر المشهورين جدا، هو انا ليه كتبي ما بتتعرضش او ما بنزلهاش؟ فقال له لان انت ما بتبيعش اي كتاب. فالراجل طبعا عارف، طبعا انا عارف، ما انا لسه هقول لي ده اتقال. فالراجل جاله هارت اتاك، ودار نشر تانيه خدت نشر كتابه، والراجل مات من الحصر، لان جزء من المؤامره اللي انا مؤمن بيها على عقل هذا الوطن ان تتحول الثقافه الى سلعه زي الثلاجه وزي البوتاجاز وزي التلفزيون. تمام؟ فنسمع الاكثر مبيعا، البيست سيلر، اللي مش عارف ايه، ودائما ما يكون البيست سيلر شيء تافه، كانما العقول المصريه لا تنتج الا هذه النوعيه من الكتب. وبالتالي يبقى جمال الغيطاني يقعد في بيته، والكتاب اللي شبهه الجادين اللي بيكتبوا حاجات محترمه، يبقى محمد المكزنجي هذا العظيم ما حدش يعرفه اصلا غير احنا، لكن يبقى في واحد تاني تحت السمع والبصر وبيروح في كل حته، بيروح والمشكله في هذا الجيل الذي يعني للاسف انت بتقيس على مين؟ انا بقرا نجيب محفوظ وبقرا دوستويفسكي، فلما اقرا البيست سيلر ده اعرف ان ده اخره متوسط المستوى، اخره. لكن الجيل الذي لا يقرا يرى متوسط المستوى ده اعلى حاجه، لانه انت بتقيس على مين؟ انت بتقيس على حد. فجزء من المؤامره على عقل مصر اللي يبقى فيه دور نشر بتجيب الحاجات بتاعت الفيسبوك تعملها كتب خلاص، وتنزلها المدونات وتعملها، اقول لك ده بيست سيلر، فاذا كان ده بيست سيلر يبقى ده عقل مصر. تمام؟ فده مقصود ومعروف، والشطاره دي مهمتنا، وانا على فكره بقول هذا الكلام مش اول مره، قلته مليون الف مره. عايزين تحكموا على كاتب، هاتوا الكلاسيكيات تقروا عشان تعرفوا تقولوا ده اخره ايه، لكن الاديب العالمي والاديب اللي النوبل بيجري وراه وهو مستخبى منه والحاجات دي حاجات تضحك ومقصوده ومعروفه، ودي مؤامره على عقل مصر من الاخر يعني.